ماشي. لا طبعا انتوا عارفين كل الكلام اللي فات ملوش اي لازمه صح. فتعالوا نخش كده مع بعض كده في ان سي اهو، نشوف بقى الكلام المهم. يلا كونكت. ايه الكلام المهم؟ لو انا عندي سويتشين كده وجيت يا معلم بقى السويتشين دول اوصلهم مع بعض كده، 0 على 24 مع 0 على 24 0 على 23 اهو، و 0 على 22. يا نهار ابيض. و 0 على 21. ايه اللي هيحصل؟ حد شاطر هيقول ايه اللي هيحصل؟ لا هو لينك واحد بس اللي هيشتغل والباقي السبانينج تري هيقطعهم لك. تمام صح كده، لان عشان ما يعملش ريدندنت. بس انا يا معلم لا، انا عايز استغل الكابلات كلها، مش عايز السبانينج تري يقطع لي، هتخش في لوب. طب الحل، عايزين نجمع اللينكات ديت يا ولاد، نخليهم لينك واحد، فالسبانينج تري يشوفهم كانهم لينك واحد فما يقطعهمش، فيشغلهم كلهم، فتحمل عليهم الاربعه وتشتغل ما بينك وبين السويتش التاني كانهم ايه؟ لينك واحد. الكلام اللي انا بقول عليه ده ان انا اجمع مجموعه من اللينكات الفيزيكال واخلي لهم كانهم هو لينك واحد لوجيكال، بسميه ايثر شانل. بسميه ايه؟ ايثر شانل اهو. يبقى اللي انا بقول عليه ده ان انا بجمع اكتر من لينك فيزيكال في وان لينك لوجيكال اجروب اهو، اوف فيزيكال لينك انتو ايه؟ وان لوجيكال لينك. الكلام اللي بقول عليه ده اسمه ايه؟ ايثر تشانل. اللي بيعمل لك ايثر تشانل ده تو بروتوكول. بروتوكول اسمه ال LACP وده ستاندر، وبروتوكول بتاع سيسكو اسمه البي اي جي بي وده سيسكو. ال LACP اختصار لينك اجريجريشن كنترول بروتوكول، اكيد طبعا اهو، وده اسمه بورت اجريجريشن بروتوكول. نورته المحكمه اهو. بروتوكول واحد بتاع سيسكو، واحد ايه؟ ستاندر. واحد بيشتغل على كل السويتشات، واحد بيشتغل على سيسكو بس. تمام. وانت لما تيجي تشتغل تختار واحد منهم تشتغل. فلو عندك السويتشين سيسكو ممكن تشتغل بي جي بي. طب لو عندك سيسكو ونون سيسكو اشتغل ال اي سي بي. طب لو عندك اتنين سيسكو عايز تشتغل ستاندر اشتغل ال اي سي بي، زي ما انت عايز. حلو. طيب ال LACP الحالات بتاعته بيقول لك ال LACP له ثلاث حالات، لا اما اكتف عايز اجمع كل اللينكات دول اخليهم لينك واحد، وصلت السويتشات ب 10 لينكات بس للاسف السبانينج تري شغال واحد وقطع لي تسعه، انا عايز دلوقتي يشغلهم ال 10 عشان ازود الترافيك. عندي اربع لينكات فاضيين هنا واربع لينكات فاضيين هنا بس ومش مستخدم، اسيبهم ليه فاضيين؟ ها؟ عملتها فيلان. عملت ايه؟ فيلان. اعملهم فيلان، انا مش مستغلهم اساسا. انا عملت فيلان وسبتهم. في عندي بقى عندي اربع بورتات، مفيش موظفين ماسكين فيهم. عايز اوصل الاربع بورتات دول مع الاربع بورتات دول علشان ازود البرفورمانس، عشان اخلي الدنيا سريعه. جيت اوصلهم مع بعض يا عم يا عم باسم، راح الاسبانينج تري مقطعهم لي. تمام كده، وساب له واحد. لا انا عايزهم الاربعه يشتغلوا. فبجمعهم مع بعضهم فين؟ في حزمه. الحزمه دي بسميها ايثر تشانل. السوفت وير اللي بيعمل الحاجات دي بيجمع لك اللينكات في حزمه واحده اسمه ال اي سي بي او بي جي بي. حلو؟ لو انا هشتغل ال اي سي بي عندك البورت بتاعك لا اما اكتف لا اما باسيف لا اما ايه؟ اون. اكتف باسيف اون. بيقول لك لو انت في ناحيه من السويتش اكتف واللي قدامها اكتف يشتغل،
لو انت اكتف مع باسيف يشتغل، لو انت اكتف مع اون ما يشتغلش. طب لو انت باسيف مع اكتف يشتغل، لو انت باسيف مع باسيف، لو انت باسيف مع اون. طب لو انت اون مع اي حاجه ما يشتغلش غير اون مع اون. خد بالك ده ملوش دعوه بالدي تي بي اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو الدايناميك ديزايرابل والدايناميك، ده حاجه تانية خالص. صح يا معلم؟ طيب لو انت شغال سيسكو البي اي جي بي هيبقى عندك ثلاث حالات. هيبقى عندك لا اما بدل الاكتف بيسموها ديزايرابل، بدل الباسيف هنسميه ايه؟ اوتو. بدل الاون هنسميه ايه؟ اون. ديزايرابل اوتو اون. ديزايرابل مع ديزايرابل يشتغل، ديزايرابل مع اوتو يشتغل، ديزايرابل مع اون ما يشتغلش، اوتو مع ديزايرابل يشتغل. الجدولين سهلين ونحفظه زي الفل ماشي. لا المشكله مش في كده بس، هم بقى المشكله ان في الامتحان عمك باسم يقوم في ناحيه واخد اكتف وفي ناحيه واخد معها اوتو. ده بروتوكول، ده بروتوكول تاني خالص ما يشتغلوش يا معلم. ما هو تحت الانترفيس بتاع سيسكو لو عملت شو انترفيس كده هتلاقي الخمس حالات موجودين، اكتف واوت وديزايرابل وباسيف واون. فانت تحدد يا معلم من الاول هتشتغل ايه. انا لو هشتغل في العمل في حياتي العمليه اون واون ورايح دماغي، انما في الامتحان ركز. صح كده؟ في حالات ال اس بي وحالات البي اي جي بي ركز بس ماشي. بس دي حاجه تانية خالص. حلو كده؟ حلو. تعالى بقى ننفذ الكلام ده. عايزين تنفذوا ده ولا تنفذوا ده؟ تعالى ننفذ الاثنين اهو. البورتات دي من 21 لحد 24 حولها لترانك يا معلم اهو. انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج فاست من 0 على 21 لحد 24 سويتش بورت مود ترانك. عينيا عايز احطهم في جروب هسميها تشانل جروب. ادي لها اسم واحد، ادي لها مود هتشتغل ال اس بي ولا بي اي جي بي. ها ال 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 اس بي يبقى اكتف وباسيف، اشتغل بي اي جي بي يبقى ديزايربل واوتو. تمام. مود اهو اكتف، خليت البورتات حالتها ايه؟ في يمه. فاليمه الثانيه ما تشتغلش الا لو كانوا اكتف او كانوا ايه؟ باسيف. اهو قلني بس ايه؟ اهو احنا قلنا اكتف ما يشتغلش غير اكتف وقدامه ايه؟ اكتف او باسيف. تمام؟ تمام. تعال نروح اليمه الثانيه. اهو ادي البورتات اليمه الثانيه نحطهم في جروب برضو. انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج فاست من 0 على 21 لحد 24 سويتش بورت مود ايه؟ ترانك. حلو الكلام؟ طيب تشانل جروب رقمها كام؟ واحد. المود بتاعها اكتف او باسيف. حلو. المفروض دلوقتي يا معلم الاربع لينكات ينوروا. معلش معلش هينوروا اهو كأنهم ايه؟ واحد. حلو الكلام؟ طب لا واحدة من الأولاني واحدة من التاني. لا ده بيعمل لود بالانس بقى بطريقة مزيكا. هي مش علينا بس ممكن نقول. تمام كده؟ ايه المزيكا بقى اللي بيعملها دي؟ بص يا ماشي يا معلم ماشي اهو. انت جاي تاخد ان ايه مع ان بي مع كل حاجة. ماشي يا معلم اهو. بص كده هذا اهو، هذا السويتش الاولاني وده السويتش الثاني اهو. هذا البورت 21 مع البورت 21 ماشي، والبورت 22 مع 22، وده 23 مع 23، وده 24 مع ايه؟ 24. عندك الجهاز ده بيبعت معلومه للجهاز ده. عندك كم بورت هنا؟ كم لينك هنا؟ 4.
الاربعه دول نمثلهم بكام بت؟ لو انا عايز اطلع اربع احتمالات امثلهم بكام بت؟ باتنين بت، 2 اس 2 باربعة، صح كده؟ فلو عندك الاتنين بت بصفار يطلع الاولاني. طب لو عندك البت الاولاني بصفر والتاني الاولاني بواحد والتاني بصفر التاني، طب صفر واحد التالت، طب لو واحد واحد الرابع، ماشي؟ ياخد الماك بتاع ده والماك بتاع ده، اخر اتنين بت في الماك، اخر كام؟ اتنين بت في الماك. لو مثلا الماك اخر اخر رقم فيه كان الاي وهنا اخر رقم كان البي، انا بعمل حاجات راندوم اهو، البي الاي بكام يا معلم؟ والبي بكام؟ ب 11. لما نيجي نوزع الاي والبي باينري، الاي ليه كام؟ 8 و2، يعني كده يا ابو حميد صح؟ اهو. طب ال 11 اللي هي 2 و1 و8، انا عايز كام بت؟ اخر 2 بت بس. اعمل لهم عمليه اسمها اكس اور، اكس اور لو مختلفين ينزل بواحد، لو متشابهين ينزل بزيرو، ده الاكس اور. زيرو واحد ينزل بكام؟ بواحد، والتاني زيرو. واحد زيرو يعني طول ما الجهاز ده بيبعت للجهاز ده الترافيك بتاعه ماشي على انهي كابل؟ على الكابل التاني. طب لو في جهاز تاني يا معلم بقى بيبعت ال11 واخر رقم كان 8، 8 8 اللي هو زيرو 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 واحد. طب ال11 اللي هي كام؟ واحد اتنين، ها؟ زيرو واحد. اخر اتنين بت يبقى كام؟ واحد واحد، صح؟ ما احنا قلنا بقى لو مختلفين ينزل واحد، لو متشابهين ينزل زيرو. يبقى طول ما الجهاز ده يا معلم بيكلم الجهاز ده، الباكيتات بتاعت الجهاز ده ماشي ازاي على الكابل الاخر؟ لا، الماك اللي بعت الماك اللي بيستقبل الاثنين، اخر اتنين صح، بعملهم اكسور الاثنين. ده بيضمن لي ايه بقى؟ ده بيضمن لي لو الجهاز الاولاني كان عد التليفون والجهاز الثاني عد التليفون، فالباكيتات هتمشي كلها ورا بعضها، مش هتتوزع على اللينكات، فالباكيت رقم 3 مش توصل قبل الباكيت رقم 2 مثلا. وعشان كده بيسموا ديت، تمام كده؟ ها، بيسموا دي ايه؟ لود بالانس، بس بير ديفايس، مش لود بالانس بير باكيت، مش واحده من فوق واحده من تحت، فهمت؟ طب لو كان عندك 8 كابلات هياخد كام بت؟ 3. واعمل نفس العمليه، بس شفت المزيكا بتاعته؟ دي المزيكا بتاعته، تمام؟ طب لو عايزين بقى نوقف ال اس بي ونشغل البي اتش بي، نفس الكلام، صح الكلام؟ بس هنعمل ايه؟ بدل ما هي اكتف وباسف، ديزايرابل واوتو، او اون واون في الناحيتين، تمام؟ طيب لا، ده في بقى في كوماند اسمه ايه؟ اسمه شو، اهو شفت الجمال؟ شو اتشانل شو بورت، لا في شانل جروب، حد يدور معايا كده، ايثر شانل سمري، اه تمام، شو ايثر شانل سمري. الكوماند ده بيجيب لك ايه؟ بيقول لك والله احنا عندنا جروب رقمها كام؟ شغاله ايه؟ ال اي سي بي مش البي اي جي بي. طب ليه ما جابش البي اي جي بي؟ اصل انت وانت بتختار قلت له ايه؟ اكتف واكتف، صح كده؟ فهو عارف ان الاكتف دي بتاع ال اي سي بي، فشغلها في ال اي سي بي. شغال جواها كام بورت يا معلم؟ 0 على 21 و0 على 22 و0 على 23 و0 على 24. لو هو بي يعني معناها ان البورت شغال في التشانل، شغال زي الفل، دي بي، تمام كده؟ طب لو كان البورت عندنا متعطل او فيه مشكله كان ممكن يقول لك ايه؟ دي داون، صح؟ او سسبند، متعلق، تمام؟ خد ستاند باي، هنعرف يعني ايه ستاند باي كمان بكره ان شاء الله. حلو الكلام؟ طب انا لو شلت ال اس بي وحطيت بقى البي اتش بي هيظل لك ايه؟ هيظل لك مكان ده ايه؟ البروتوكول البي اتش بي. بس يا سيدي ده لو عملتها اون واون هيتخانق مع الاون واون موجوده في الاثنين، لا هيشتغل الديفولت بتاع سيسكو البي اتش بي، لا ما يشتغلش الستاندرد، اشتغل بتاع سيسكو، تمام؟ بس هي هتفرق معاك في حاجه؟ لا لا، بس معلومات. فهو بيعمل نيجوشيشن مع اللي قدامه، لو لقى سيسكو شغال اون مع بتاع سيسكو، طب لو لقى غبنان سيسكو هيشتغل اون بتاع ال اي سي بي، هيضطر كده كده يشتغل اون بتاع ال اي سي بي بالظبط. ها، تمام كده؟ في مشكله كده عند حد؟
والدنيا زي الفل. ده الايثر شانل، ده شابتر مش شباتر. تصور ده الشابتر ده ولا الشابتر بتاع الايجر ايجر بي. طيب تمام، نقفل البورت شانل.